ولمعرفة آخر التطورات الميدانية في مدينة البوكمال ينضم إلينا من الحدود السورية التركية صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست. بداية، هناك حديث عن تقدم لقوات النظام في المدينة، ما هي المواقع تحديدا التي تقدمت إليها قوات النظام مؤخرا، وهل استطاعت الدخول إلى عمق البوكمال؟ نعم، بداية تحية لكم والسادة متابعي حلب اليوم. أهلا بك. كانت قوات النظام كما تفضلتم حاولت أن تدخل مدينة البوكمال عدة مرات خلال الفترة الماضية، وقد أعلن النظام سيطرة كاملة على المدينة ثم تراجعوا، ثم كان هناك اشتباكات داخل أحياء المدينة. آخر المعلومات كانت عن أن النظام وميليشياته الطائفية قد تقدموا في نقطة الهجانة وأيضا حي الصناعة وشارع 70 والمناطق التي هي تعتبر من الجهة الجنوبية الغربية من مدينة البوكمال، وهذه تأتي في محاولة لعزل مدينة البوكمال بشكل كامل عما تبقى من مناطق نفوذ لتنظيم داعش في الريف الشرقي في الضفة الجنوبية الغربية لنهر الفرات. هنالك محاولات لقطع الاتصال بين الجهتين، ما بين مناطق نفوذ تنظيم داعش، وقصف مستمر ايضا كان على مناطق متفرقه من البوكمال، راح ضحيه هذا القصف ايضا عدد من الشهداء في منطقه حسرات. ايضا كان هنالك قصف على الغبره، وايضا هنالك بالضفه المقابله اشتباكات تشهد على مناطق عده في قرى وبلدات الشعيطات بعد سيطره ميليشيا قسد على منطقتي درنج واجزاء من ذيبان. ايضا هناك حالة من الحصار الخانق يعيشها مدنيو هذه المنطقة، نعم وأيضا نزوح في نعم مناطق سنأتي أخرى. للحديث عن المدنيين. هل هناك أي انسحابات لمجموعات تنظيم الدولة من المدينة، وإن وجدت إلى أين ينسحب هؤلاء؟ عادة ما يكون هنالك هجمات مرتدة من تنظيم داعش، ومباغتة وعنصر المباغتة هو يستخدمه تنظيم داعش بكثرة في هذه الفترة الأخيرة، وأيضا الانتحاريين هو يرسلهم بشكل مستمر سواء في الريف الشرقي أو في محيط البوكمال. كان هنالك هجمات شنها التنظيم بانتحاريين في محيط مطار دير الزور العسكري، وأسفرت عن مقتل العشرات من تنظيم من عناصر النظام وميليشيات الطائفية. أيضا كان هنالك هجمات مماثلة شنها في محيط مدن وبلدات الميادين، وأيضا كان هنالك هجمات في منطقة الهري. العربات المفخخة والانتحاريين كانت بشكل مستمر كانوا يرسلون من تنظيم داعش، وخصوصا في مناطق محيط البوكمال. كان هنالك ايضا صهيب، تفجير انتحاري لداعش في منطقة راح ضحيتها اكثر من 30 مدني في قرية الفرج صهيب ما كيف بين يبدو وضع عقلية المدنيين في جقاطن. المدينة في ظل القصف الذي تحدثت عنه، وهل هناك حركات نزوح جراء المعارك؟ هنالك حركات نزوح مستمرة من المدنيين، والآن هنالك وضع كارثي لهؤلاء المدنيون، واستهداف أيضا علاوة على ذلك من كل الأطراف سواء من قناصين من قسد أو بقصف النظام أو بانتحاريين من تنظيم داعش. كما كنت أقول قبل قليل، هنالك استهداف من انتحاري من داعش كان البارحة في منطقة الفرج في لمدنيين كانوا يتجمعون للخروج باتجاه الجهة الشمالية من دير زور، وراح ضحية هذا الاستهداف والتفجير الإرهابي أكثر من 30 مدني. في نفس هذه المنطقة أيضا كان هنالك تفجير من داعش بانتحاري منذ فترة أيضا في نفس المنطقة، وراح ضحية هذا التفجير العشرات. وأيضا هنالك حالة من المنع من ميليشيا قسد لدخول المدنيين، وهذا ما يعرقل دخول هؤلاء المدنيين ويزيد من تفاقم الوضع وتعرضهم لهجمات مثل هذه الهجمات من تنظيم داعش بانتحاريين، وايضا يزيد من احتماليه استهدافهم بشكل مباشر اكثر من النظام. النظام هنالك نقطه مهمه جدا، وهي ان النظام نعم، اظهر أعتذر منك مقاطع لضيق مصوره الوقت. البارحه. من الحدود السورية التركية صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست، شكرا جزيلا لك.